الأخت سلوى من مصر. أهلا وسهلا أخت سلوى، أنت معانا على الهواء. أهلا وسهلا، ربنا يبارككم. هاي رشا، أهلا بيك يا سلوى. ربنا يبارك خدمتكم حبيبتي. وعندي اختبار كده، يعني هحكيه باختصار على قد ما أقدر، لأن هي قصة طويلة شوية، لكن شفنا فيها مجد الرب وشفنا فيها عمل الرب الصالح. مهما كنا في حروب والشيطان بيحاربنا وبيحاول يفقدنا الرجاء والأمل في المسيح، لكن اللي مع الرب دايما مسنود. أنا كنت حامل في ابني الكبير، وأما ولدته اتصدمت صدمة فظيعة في أول دقايق. بيحط الولد على صدري، لقيت الولد ما عندوش مش مخلوق ودان. لقيت الولد اتصدمت جدا، وطلع عنده مشاكل تانية جوه بقه، وما عندوش سقف حلق، وما ينفعش يرضع رضاعة طبيعية، وكان موضوع كبير جدا وصدمة قوية عليا. أنا يعني سبت كل حاجة في الحياة من أجل إن أنا أعيش حياة حرة مع الرب، ودي كانت صدمة كبيرة، وكانت حرب قوية من الشيطان إن أنتي مسنودة على هوا. لكن الرب وراني مجد، خدوا الولد مني، وكانت نفسيتي وحشة. لكن لقيت الدكتورة جاية بتحكي معايا إن أنا لازم أروح ساين سكول، مدرسة إشارة، علشان أبتدي أتعلم لغة الإشارة، لأن الولد هيطلع ما بيسمعش وما بيتكلمش، ولازم أفهم اللغة ديت علشان أقدر أتعامل معاه في المستقبل. فكان الإيمان جوزي الحقيقة كان قوي جدا وقتها، أقوى مني بكتير. أنا كنت واقعة جدا، ولقيته بيتكلم معاها بمنتهى القوة وبيقول لها ابني ده هيسمع وهيتكلم وهيسبح وهيصلي. قالت له أنا حد مسيحي، لكن الكتب الطبية بتختلف تماما مع الكلام اللي أنت بتقوله. قال لها بس الـ ربنا حي، وابني ده هشوف فيه مجد. ف حصل حاجتين. أول حاجة، أنا ما كنتش قادرة أصلي وما كنتش قادرة أعمل أي حاجة، لكن بجيب الكتاب كده وبفتح مرة واحدة، لقيت قدامي آية: اللهم بأذننا قد سمعنا. المناقشة القوية ما بين الدكتورة الجينات في المستشفى وما بين جوزي خلت الدكتورة تقول له: أنا هجيب لك هيرينج تيست في المستشفى بتاعت الأطفال اللي هنا في أسرع وقت ممكن، عشان تلحقوا تروحوا وتتعلموا اللغة دي، علشان الولد مش هيسمعكم. الولد ما عندوش أي جهاز سمعي، ما عندوش ولا حاجة، مخلوق مفهوم، عندوش ولا حاجة، ودانه مقفولة، يعني اللحم مقفول على راسه. الحاجة التانية، المناقشة دي أدت إن إحنا جالنا ميعاد قريب جدا جدا، رغم المستشفى دي ويتنج ليست فيها كتير قوي، جالنا ميعاد قريب قوي. ورحنا وقتها في الكام يوم اللي قبل ميعاد المستشفى، جه الرب بإيده المصلوبة، الإيد مصلوبة مطرح مسمار في الإيد، مثقوبة. المسمار مدمم، مثقوبة، مكان المسمار مدمم وطالع منه نور، نور غير عادي، والإيد منورة 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 ولا نور الشمس. ويحط إيده على الولد، كانت يعني كأننا صحيين مش نايمين، ويجي الـ 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 الإيد تتحط على ودن الولد، وودن الولد تفتح، الإيد تفتح ودن الولد زي الورد ما بيفتح في الربيع، تتفتح مرة واحدة قدام عينيا. ويجي الميعاد بعديها بشوية، صلينا كتير، وقت ما شفت الآية وشفت ده ابتدى يحصل جوايا سلام من تاني، وكأن ربنا بيقول لي أنا معاكي وسندك ومقويكي وهوريكي مجدي، وطالما ثقتي فيا واتبعتيني أنا مش هسيبك أبدا، أنا ملك الملوك. وكان في حوار ما بيني وبين الله وقتها. رحنا المستشفى، نيمنا الولد لأنه لسه ما كانش كمل شهر، نيمنا الولد ولقينا الخط بتاع السمع بيطلع وينزل. بصينا لبعض استغربنا جدا، لكن كان في يعني
كان في روح جوانا بتقول انا حي، انا حي واللي معايا حي، يعني احنا ملناش موت. ف جت الدكتوره بعد ما وريتنا ده قالت، استغربت جدا وقعدت يعني كانت مندهشه جدا، واحنا بكينا الحقيقه، بكينا انا وجوزي، وقعدنا يعني هللو يا يعني الرب صالح. ربي طلع الولد يباركك. عنده نيرف، عنده عصب، عنده عصب، كل الجهاز ميت لكن عنده عصب. العصب ده ساعدنا في انه يتركب عليه سماعة، وبالفايبريشن ده يقدر يسمع. دي كان موضوع يا قوي جدا جدا في أخت حياتنا. سلوى، هو طب وهو دلوقتي بيسبح الرب؟ الولد عنده كام بيسبح سنة الرب، دلوقتي؟ عنده 12 سنة، بيسبح الرب وبيقف يصلي وبيسجد وبيشوف الرب رؤى العين، بيشوفوا رؤى العين. ووقت لا إله إلا الكورونا الله. شاف الرب في رؤية قوية جدا. كنا وقتها خايفين لأن عندنا حد تعبان، وكنا خايفين الحد ده يتأثر بالكورونا ويروح مننا. فشاف الرب وجي قال لي، يسوع جه حط إيده على راسي وقال لي ما تخافش. فهو كان خايف قوي وكان قلقان حد مننا يفقد حد من البيت، لكن الولد يعني مبارك، وما بين وقت والتاني بيخش عمليات وبيطلع، لكن بيبقى مش جوايا الوجع والتعب اللي كان في الأول، لأني أنا شفته. أنا يعني شفت الرب، عرفت الرب في الأول وشفته في الولد الكبير ده. هللويا. ومن وقتها يا والولد أما بيقف يصلي فعلا فعلا ربنا بيبقى سامعه، ويعني يكفيني قوي 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 ان هو ما عندوش مش مخلوق بحاجة، لكن بيسبح وبيصلي وبيقف يتكلم مع الله وبيسجد. وحقيقي ولد مبارك، بمجد اسمك يا رب، بمجد عملك يا رب، وبشهد لعملك الصالح في حياتي. مجدا وعايزة للرب. اقول كمان ان حاجة من الحاجات المناقشة القوية والثقة اللي كانت موجودة في جوزي وقتها، ان النرف ده يموت بعد 3 شهور. يعني هي جابت الميعاد علشان الولد مش مخلوق بودان علشان يسمع، مش ما يسمعش. في ولاد كتيرة بتبقى عندها ودان وعيال بتتولد بودان، لكن الأهالي ما بيلاحظوش عليهم عدم سماعهم غير بعد فوات الأوان، لكن هو مخلوق من غير علشان يسمع. ودي كانت حتة قوية جدا جدا في الاختبار. آمين مجدا آمين. للرب، الرب شكرا يباركك. كثير يا أخت سلوى، فعلا ربنا يباركك أخت سلوى. يعني الاختبار هذا اللي سمعناه، احنا ذكرت يعني في بين الحديث إنه ليه كثير ناس عم تيجي للمسيح حي. احنا بنتكلم عن شخص حي بيتواصل بيتفاعل، يعني بهمه أمرنا. وطبعا بالمناسبة بحب أصلي من أجل كل الأمهات اللي بعانوا عندهم أولاد وعم بتصلوا لهم. ربنا يتدخل، وربنا فعلا ثق في الرب، خلي إيمانك قوي، وإلهنا حي وبيسمع وبيستجيب الصلاة. أمين.